مشاهدينا الأعزاء أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم إلى التلفزيون العربي الأمريكي. عمان بلاد عريقة Arab American TV is proud to present some scenes in the country of Oman. مسقط العاصمة لربما أنها واحدة من أجمل المدن على طول شواطئ الخليج وهي مزيج ماهر Oman is located at the southeast tip of the Arabian Peninsula at the opening of the Strait of Hormuz. كان بحارتها قد اكتشفوا الطريق إلى أفريقيا والهند. تقف البنايات الجديدة في شوارع مسقط القديمة منسجمة مع المعمار القديم. فوق المرتفعات المشرفة على مدينة مسقط هنالك القلاع التي تتم المحافظة عليها بدقة متناهية عبر السنين. وفي المنطقة المجاورة هنالك ميناء قابوس الحديث الذي يختلف اختلافا كبيرا عن ميناء الصيد القديم في مطرح. The ruler of Oman, والعمارات القديمة الجميلة يحافظ عليها من أجل الأجيال القادمة. ولقد شاهد العمانيون بلادهم تنتقل من تأخر القرون الوسطى إلى دولة عصرية نشطة في أقل من جيل واحد. Oman's capital, Muscat, is one of the oldest cities on the Arabian Peninsula. تقع عمان في الزاوية الشرقية الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وتتخللها الجبال والوديان الخضراء. إن سلطنة عمان المستقرة سياسيا واقتصاديا تحتل اليوم منزلة استراتيجية في عالم يمثل فيه النفط شريان الحياة. إنها تشرف على الطرف الشرقي من مضيق هرمز الذي يمر عبره نفط العالم. النفط هو الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد العماني، إلا أن جلالة السلطان قابوس المعظم مصمم على تنويع الاقتصاد لكي يخفف من الاعتماد على النفط. الصناعات التقليدية مثلا يجري الآن توسيع نطاقها، فمثلا في الخبورة على شاطئ الباطنة يرسي الصيادون قواربهم مع بزوغ الفجر كما فعل آباؤهم وأجدادهم من قبل. يبدو لأول وهلة وكأن شيئا لم يتغير، ولكنك تلاحظ بعد ذلك أن المحركات العصرية قد ركبت على قوارب الصيد التقليدية. هذا مع العلم أن القوارب الحديثة المصنوعة من الألمنيوم والألياف الزجاجية يفوق عددها عدد القوارب التقليدية. والقوارب الجديدة بمحركاتها الجديدة تساعد على صيد كميات أكبر من السمك. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تدفع ثلثي الثمن من سعر القارب الذي يشتريه الصياد. فرص التضامن العربي قد تحسنت. لمن دواعي اعتزازنا جميعا. وفي لندن قال جلالة السلطان قابوس المعظم إن هذا التعاون سيترك أثرا قويا على استقرار الأحوال في المنطقة. وعبر جلالته عن اقتناعه بأن أصدقاء المنطقة في الغرب عليهم أن يلعبوا دورهم في حل المشاكل التي تواجه الشرق الأوسط، وذلك بسبب المسؤوليات الهامة التي تقع على عواتقهم بالإضافة إلى مصالحهم الحيوية في المنطقة. وقال إن على الدول الغربية أن تعمل معا لوضع سياسة تعاونية فعالة بالنسبة للشرق الأوسط، وذلك لتشجيع أصدقائها في المنطقة ولردع أولئك الذين يسعون إلى تقويض دعائم الاستقرار فيها. ولقد أسس جلالة السلطان قابوس المعظم في سلطنة عمان مجلسا استشاريا هو على شكل إطار يجمع بين جهود الحكومة والمواطنين في كافة ميادين التقدم والتطور. ويشارك هذا المجلس الذي يتألف من 45 عضوا بعضهم من الحكومة والبعض الآخر من القطاع الخاص في تحقيق آمال واحتياجات الشعب العماني. وهدف هذا المجلس هو إعطاء البلاد بأكملها أرفع المستويات في مجال التقدم الاجتماعي والاقتصادي. لجميع اجتماعاتكم وحفلاتكم. For all your parties, meetings, conventions, call the University Hilton. General Manager Sam Nassif. The University Hilton, 3540 South Figueroa at Exposition Boulevard in Los Angeles. Area code 213-748-4141. That's 748-4141.
زيارة واحدة لمحلات أميركو في بيفرلي هيلز يمكنكم شراء أي أنواع التلفزيونات والفيديو بال سي كام انتي اسي للاستعمال في الشرق الأوسط. نستأجر ونبيع جميع احتياجاتكم المنزلية والكهربائية 110 فولت و 220 فولت. اتصلوا بأميركو. Amirco International, 110 and 220 volt appliances at 8801 Wosher Boulevard, corner of Wosher and Robertson, Beverly Hills, 652-7348. كبابي للاستمتاع بأشهى أنواع المشويات في جنوب كاليفورنيا وبأسعار متهاودة. اقصدوا محلات كبابي كل أيام الأسبوع. محلات كبابي في Westwood Village Square, 208-9208, Sherman Oaks Galleria, 995-9297. افتتح حديثا محلات فيديو تايم في بانايس وذلك لبيع وإيجار كل أنواع أشرطة الفيديو. فأسرة التلفزيون العربي الأمريكي تنتهز هذه الفرصة لتقدم أجمل تهاني لصاحبها السعيد حسين. من أجل مزيد من المعلومات اتصلوا ب 786-7192. سان جورج درايفنج سكولز، مدرسة لتدريس مناهج القيادة باللغة العربية والإنجليزية. المدرسة معتمدة لإزالة أثار مخالفات المرور. سان جورج درايفنج سكول، 15151 بيل فلاور بوليفارد، 804-1002. كل من السيد لويس ونبيل اسكندر يدعوكم لزيارة محلات كينج تات لجميع المأكولات العربية بأسعار متهودة. كينج تات يخدم كل من ويسكوفينا، هاسيندا هايتس، رولاند هايتس. كينج تات انترناشنال جروسريز، اريا كود 213-918-0604. سبيشال جبنة بلغاري صفيحة 2 pounds 625. Sunday, April 10th at St. Nicholas, the National Association of Arab Americans is sponsoring Forum 2. The guest speaker is Pete McCloskey Jr., the former congressman of Palo Alto. And also speaking will be Margaret A. McCormick. Now, Margaret is the special assistant to Congressman Marvin Dimely. The event is a very important one, so if you'd like to go, call this number, 467-2722. Don't forget, May 21st, the University of Hilton, Arab American Television, is going to be sponsoring their first annual gala event, Dinner Dance. Now, this is a night that gives you complete Arabic experience of music, food. كبابي للاستمتاع بأشهى أنواع المشويات في جنوب كاليفورنيا وبأسعار متهاودة. اقصدوا محلات كبابي كل أيام الأسبوع. محلات كبابي في Westwood Village Square, 208-9208, Sherman Oaks Galleria, 995-9297. الاتحاد، إنها جريدة كل بيت وكل مغترب. رقم الهاتف أريا كود 213-668-2991.
Los Angeles, can you get authentic Lebanese food? At the Byblos Restaurant. 24 dishes of famous Lebanese maza, fattoush, milocheya, kibineye, shawarma, and food you've gotta taste to believe. The Byblos Restaurant offers entertainment nightly until 11 p.m. and your host, the famous Middle East singer, Muhammad Jamal. Byblos Restaurant is located at 1964 Westwood Boulevard between Santa Monica and Olympic in West Los Angeles. For reservations, call 475-9558. That's 475-9558. Air World Travel, a fully computerized travel agency that offers the best prices to the Middle East and Armenia. For your travel needs, call Aza Akkad at 657-0084. Alat Ararat تخدم سيريتوس, لونج بيتش, ليكود, سايبرس, أرتيزيا, هاوايان جاردن. بقالة أرارات للمأكولات العربية تدعوكم لمحلها الجديد للحلويات, اللحومات والأغاني العربية. 11960 East Carson Street, Lincoln, 420-2022. United Body Shop, 5938 San Fernando Road, Glendale. Call Jimmy at 245-5825. That's 245-5825. أخيراً أبناء الجالية العربية في ساوث باي أريا يمكنهم شراء موادهم الغذائية الشرقية والعربية 7 أيام في الأسبوع وحتى منتصف الليل. سوبر هاربر, 1417 Pacific Coast Highway, Harbor City, between Normandy and Western. Area code 213-326-9554. وبأسعار مخفضة جدا لمتفرجي البرنامج العربي الأمريكي ولمدة هذا الشهر فقط. كبابي, للاستمتاع بأشهى أنواع المشويات في جنوب كاليفورنيا وبأسعار متهاودة, اقصدوا محلات كبابي كل أيام الأسبوع. محلات كبابي في Westwood Village Square, 208-9208, Sherman Oaks Galleria, 995-9297. أعزائنا المشاهدين, أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم, وإلى اللقاء في حلقة قادمة في الساعة 4:30 من مساء السبت القادم. 550-1817 أو المراسلة على عنوان PO Box 2853, Beverly Hills, California 90213.